اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من فقرات شارع الجنوب الليله. وكما نوهنا في بدايه الحلقه هيكون ضيفنا الكريم استاذ مساعد بكليه الهندسه، وهو ايضا المدير التنفيذي لصندوق رعايه المبتكرين والنوابغ بجامعه اسوان الدكتور محمود عبد العزيز، تخصص الهندسه الصحيه والبيئيه. اهلا وسهلا يا دكتور معانا. اهلا وسهلا بحضراتكم وشكرا على استضافتكم في برنامج شارع الجنوب. اهلا وسهلا دكتور محمود. يعني اسمح لي في البدايه تلقي لنا الضوء على تخصص الهندسه الصحيه والبيئيه، بماذا تهتم او مجالات الدراسه فيها ايه؟ الهندسه الصحيه والبيئيه عندنا في كليه الهندسه بتتعلق وبتتضمن معانا مواضيع كتير، منها مثلا كل ما يتعلق بامور الصرف الصحي والميه، التصميمات الديزاين بتاعها والاشراف والحاجات دي كلها بنعلمه للطلبه عندنا في الكليه. الشق الثاني اللي هو البيئي بنتكلم فيه بقى عن كل ما هو له علاقه بالامور البيئيه، سواء كان التلوث الهواء او الميه او التربه، وكل ما يمس الصحه البيئيه زي مثلا المشاكل اللي هي اعاده التدوير المخلفات مثلا. اغلب الدول حاليا بدات تتجه بقوه نحو الموضوع ده ونحو المجال ده اللي هو اعاده التدوير، لان المخلفات دي مثلا لو قلنا مخلفات عضويه بتبدا تتحلل معانا، بتصعد معانا بعض الغازات اللي بتمثل معانا تلوثات بقى، قصه التغيرات المناخيه. يمكن قبل كده كنا التغيرات المناخيه دي بناخد فتره عشان نوضح للناس هيحصل، لا بدانا حاليا نشوفها بعيننا زي ما شفنا جفاف بعض الانهار في اوروبا وفرنسا وايطاليا. العواصف بدات تضرب بعض البلدان على عكس العاده زي ليبيا ومؤخرا كانت في الامارات مثلا، وهكذا. فقصه اعاده التدوير مهمه جدا للمخلفات، بتدي معانا منفعتين مع بعض، منها بتتخلص من المخلفات دي بشكل مقبول بيئيا وفي نفس الوقت بنحافظ على البيئة. طب مصر وصلت لفين في هذا المجال؟ لأن معروف أن مصر بتعاني من التلوث بأنواع مختلفة، وكان في كلام كتير، يعني مثلا وجه بحري كان في سنين بيتكلموا عن السحابة السوداء والتعامل بشكل خاطئ مع قش الأرز، وبالتالي ده ساهم في زيادة نسبة التلوث في محافظات مصر بشكل عام وحتى الجنوب هنا. التخلص من القمامة والمخلفات الصلبة دي بيمثل تحدي كبير جدا بالنسبة للدولة. مصر وضعها ايه حاليا؟ ما وصلت اليه في التعامل مع المخلفات وإعادة التدوير؟ والله احنا حاليا في مصر بدأنا، يعني اي نعم لسه مش بشكل موسع، على شكل مصغر بعض الافكار وبعض الشركات الصغيره اللي قائمه على اعاده التدوير للبلاستيك مثلا او القطع المعدنيه او ايا كان على سكيل صغير مش كبير. يعني نأمل ان شاء الله الفتره القادمه ان ندي مساحه اكبر للموضوع دوان بتاع المخلفات، لان احنا فعلا عندنا بنعاني من مشكله ازاي نتخلص من المخلفات في مصر. زي ما شايفين في كل المحافظات كميه المخلفات كبيره جدا، نحن نعمل اعاده تدوير للمخلفات دي، فبدل ما هي عائق عندي وعامله لي مشكله وتعمل لي الامراض وتكاثر الذباب وغيره، ان احنا نتخلص منها ونحولها بقى لحاجات منفعه معانا، سواء كان الحاجات البلاستيك نحولها لمنتجات بلاستيك، حاجات مش عارف الكنز والحاجات دي تتحول لحاجات الكرتون. كمان دلوقتي برضو بيهتموا بإعادة تدويرها مرة أخرى. مظبوط. فاحنا الموضوع ده التراك بتاع إعادة المخلفات من الحاجات المهمة جدا، نأمل إن شاء الله أن الفترة في القادمة نديها مساحة أكبر ونستفاد من المزايا بتاعة إعادة التدوير ونحافظ منها على البيئة والمناخ عندنا في مصر إن شاء الله. دكتور محمود، حضرتك مدير تنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في جامعة أسوان، كلمنا عن هذا الصندوق، كيف أنشئ وإيه الدور بتاعه بالظبط؟ صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لو هندي نبذة مبسطة عنه، هو أنشئ عام 2019 بقرار جمهوري تحت الإشراف المباشر لوزير التعليم العالي. الهدف من النشأ عشان الصندوق في الجامعات المصرية، هو في كل الجامعات المصرية والخاصة والأهلية موجود الصندوق منسق ليه. الهدف الأساسي هو دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات، سواء كان الطلبة، الخريجين، الباحثين، كل من له علاقة بالجامعة، جامعة أسوان بيقدر يستفاد من المزايا والمسابقات اللي بتنزلها لكل من له فكرة. يعني باختصار أي حد عنده فكرة ابتكارية
وهنتكلم في خلال الحوار ان شاء الله ازاي ايه الفكره الابتكاريه وايه الكلام. فكل من له فكره عاوز يبدا البيزنس بتاعه على ارض الواقع بنبدا ندعمه في المسابقات مختلفه بتغطي معايا جميع المراحل المختلفه من رياده الاعمال والافكار للشركات الناشئه. جميل. بالنسبة بقى لهذا الصندوق، هل بتبقى المبتكرين أو النوابغ بيبقى مجالهم مرتبط شوية بمجال الصحة البيئية وإعادة التدوير المخلفات والتعامل في مجال الابتكار؟ من ضمن التراك بتاعنا او الحاجات المحاور الاساسيه في الابتكار ورياده الاعمال كل ما يتعلق باعاده التدوير والصحه البيئيه والمجالات الاخرى، يعني احنا بنغطي كل المجالات سواء كانت السوفت وير ابلكيشن، يعمل ابلكيشن يعمل خدمه معينه للمواطنين، لو كان عندي بروتوتايب حتى في الصناعه، كل ما له اهم بيبقى الهدف الاساسي عندي ان تبقى الفكره فيها حاجه جديده. حتى لو موجودة في السوق وحد منفذها مثلا، هو ايه الجديد عنده؟ من ضمن الحاجات اللي بنبدأ نحكم بيها على الفكرة، لو حد قدم عندنا الفكرة معينة، ايه اللي هيخلي الناس تسيب الموجود في السوق وتجي لك انت تشتري من عندك، يعني ايه الاضافة عندك، ايه اللي انت طورته في المنتج بتاعك بحيث الناس تيجي وتشتري المنتج بتاعك. فبناء عليه بنبدأ ندي الفند، سواء كان دعم مالي بندي دعم مالي، وبندي دعم تقني، بندي تدريبات عن الماركتينج التسويق، ازاي تبدأ الشركة الناشئة بتاعتك بشكل صحيح، ازاي ايه هي العوامل اللي بتؤدي مثلا الى فشل الشركات الناشئة، فبنبدأ ازاي انك تبعد منها، وهكذا بندي كذا دورة وبندي مينتورنج كمان، مش فقط بندي فلوس، لا بندي فلوس عشان نبدا المنتج بتاعه الفكره اللي في دماغه يحولها مثلا لمنتج معين، وناس تتابع معاه الفكره بتاعته مرحله لحد ما يوصل على يبدا ينشئ ويكون الشركه بتاعته وتنزل على ارض الواقع ويبدا يبيع في السوق. بيشترط مين يعني الالتحاق بهذا الصندوق او الاستفاده من خدماته؟ كل من له علاقة بجامعة أسوان، يعني في مسابقات بننزلها مثلا خاصة بالطلبة ومشاريع التخرج، بتستهدف كل اللي عنده مشاريع ذات قيمة ممكن تبقى عائد فبنستهدفها. الخريجين والباحثين اللي تخرجوا من جامعة أسوان بنبدأ برضو ليهم تراك وليهم مجموعة من المسابقات برضو بنستهدفهم، برضو لو عندهم أفكار قابلة للتنفيذ كشركات ناشئة. أعضاء التدريس والعاملين في الجامعة وكل من له برضو نفس الكلام، برضو بتنزل لهم مسابقات خاصة بيهم. اي حد برضه في المجتمع الاسواني حتى لو مش تبع جامعه اسوان، اغلب المسابقات بيبقى بنشترط فيه انه يكون فيها فريق، فممكن يبقى الفريق اغلبه من جامعه اسوان ويلتحق بيه اي حد حتى مش تبع جامعه اسوان من ضمن فريق العمل والتيم وورك بتاعه يعني. جميل. اسوان من المعروف من المدن المحافظات اللي فيها الكثير من الثروات الطبيعيه، والبيئة يعني بتعطي أسوان الكثير من المميزات اللي ممكن الناس تستخدمها في صناعات من البيئة، صناعات بيئية تقدر تدخل في الحياة اليومية للإنسان. هل بقى يعني استخدام ما في البيئة من مقومات وحاجات طبيعية ممكن إنها بتفيد ممكن المستفيدين بقى من خدمات الصندوق؟ حضرتك مرت عليك مشاريع يعني استغلال خامات البيئة الموجودة؟ فعلا، يعني الحاجات الموجودة عندنا في المجتمع الأسواني، في عندي أكتر من مشروع يمكن اتقدم، بعض السيدات كانوا بيشتغلوا على الحرف اليدوية، المشغولات اليدوية اللي بتعمل في البيت، فبدأوا ازاي عاوزين نطلعها وازاي نسوقها وتبقى في على صورة شركة بحيث نبدأ نوصل للتسويق بقى على مستوى الجمهورية وخارج مصر، لأن كانت عندهم مشكلة كبيرة في التسويق، ودي حاليا شغالين عليها معاهم ازاي نبدأ يأسس مع بعض كده زي كيان يبدا يتولى موضوع عمليه التسويق لكل مجال المنتجات اللي بتبقى في البيت الخاصه بالمجتمع الاسواني والمشغولات اليدويه والحاجات زي كده. ده كان جانب من الجوانب. في بعض الناس كانت شغاله على البورتري والحاجات اللي برضو شركات اتقدمت لينا، والحاجات اللي هي ليها اللمسه بتاعتنا الاسوانية او النوبيه مثلا، فكان عاوزين يعملوا زي حاجات جودريات وفي نفس الوقت تبقى مثلا عازله من الحراره، بيستخدموا الطفله الموجوده عندنا اصلا في اسوان اللي احنا المنبع ليها، فبداوا يفكروا في زي بلاطات عازله وفي نفس الوقت تاخد ايه الشكل التراث بتاعنا الاسواني. برضو بدانا ندعم في الجزئيه دي معاهم وهكذا، يعني احنا بندعم في كل من له علاقه بالحاجات التراث والحاجات عندنا في اسوان، وحتى لو كانش له علاقه بالحاجات الموجوده حاليا في اسوان كتراث، اهم حاجه هتفيد المجتمع، هيستفاد منه المجتمع وهيبقى عنده اضافه، فبنبدا نشتغل عليه لحد ما يوصل ويبقى البيزنس بتاعه يكبر كشركه ناشئه ويوصل لاعلى المناصب او اعلى المناطق اللي يقدر يوصل لها سواء كان داخليا او خارجيا عن طريق التصدير.
طب هو الدعم المادي ده بيبقى في صورة ايه، قروض ولا في صورة يعني مساعدة مادية كمنحة مثلا، ولا بتبقى صورتها ايه؟ تمام. هو حاليا الدولة بتولي اهتمام كبير بالموضوع ده، فالمشاريع والمسابقات اللي احنا حاليا بنستهدفها سواء كان الطلبة أو الباحثين أو أعضاء التدريس كلها عبارة عن هبات، يعني بندي الفلوس منح طبعا. وبندي حاجات تدريبات ومنترنج بدون ما ناخد منهم أي حاجة. يعني حاليا أنا يمكن بكل الندوات التعريفية اللي بنقابل فيها الطلبة والباحثين اللي بندفعهم، دي فرصة حاليا طبعا إن احنا قبل كده كان بيبقى الطالب أو اللي عنده فكرة خايف ازاي يبدأها، خايف مثلا ياخد قرض من البنك ويتعثر وما يقدرش يسدد مش عارف فعلا الفوائد بتاعته فعلا واخش في مشاكل، بنقول له خلاص انت حاليا لا احنا بنديك فلوس وبندعمك فنيا وبحيث نحطك على بداية الطريق طالما المظبوط. في جدية بالفعل في اه طبعا ما الأطفال احنا بندرس، والأطفال. بندي تدريبات الاول وبنبدا نشتغل طالما الفكره فعلا فيها الاضافه وفيها الحاجه اللي بتتميز بيها عن المنافسين في السوق وبنحس فيها ان الفريق العمل جاد وانه يشتغل على نفسه، بنبدا ندعمه وياخد الدعم المالي والتدريبات لحد ما يبدا يقف على رجله في لو السوق. حصل ان اتقدمت لكم اكتر من فكرة بس فيهم تشابه او تمام. فيهم نفس الغرض او الهدف، بتتصرفوا ازاي؟ والله احنا بنختار لجنة عالية الخبرة في موضوع ريادة الأعمال والابتكار، فهو بيبدأ بقى يعني نوجه بقى أسئلة معينة من الخبرات السابقة لينا وللجنة التحكيم، اللي بنبدأ نميز مين المنتج اللي هو حاطط القيمة المضافة أكتر، مين اللي هو لو نزل في السوق هيبدأ الناس فعلا يبدأ في يكون في إقبال إن الناس تشتريه، ازاي هيبقى فيه مثلا تميز عن المنافسين الموجودين في السوق، وبناء عليه بنبدا نقول والله لا الفكره دي كويسه والتاني لا افضل منها في شويه بتتميز، فبناء عليه لا احنا هندعم الفريق الفلاني لان الفكره بتاعته فيها تميز اكتر، الفريق العمل متناسق اكتر. مثلا ممكن بيجينا مثلا بعض الطلبه جايين مثلا هو واحد بس، فين فريق العمل؟ لا لسه هجيب واحد تاني، لا مثلا في بيبقوا خمسه احنا مع بعض فريق عمل، واحد مش عارف متخصص فنيا في الفكره بتاعته، واحد مش عارف احنا مسؤول عن التسويق وهكذا، في ترابط بنحس في ترابط في فريق العمل، فده بدايه ايه نواه انه هيبدا ينجح، فنبدا لا بندعم دايما اللي هو عند طالما في فريق عمل متناسق والفكره فيها التميز عن المنافسين في السوق بيبقى ليه الاولويه عن الفرق الاخرى. هو بدأ الصندوق بدأ أعماله فعليا إمتى؟ هو تأسس بقرار جمهوري عام 2019، احنا في أسوان بدأنا عملنا اللائحة بتاعته وتشكيل مجلس الإدارة من حوالي كم شهر يعني قريب. يعني إيه يعني كلمني بقى حضرتك كده على رؤيتك الأفكار اللي اتقدمت، هل بالفعل فعلا اتقدمت أفكار حضرتك شايف إنها يعني في تفاؤل أو تطمح إنها تبقى في السوق قريب بشكل عملي؟ مبدئيا الجزئيه دي يمكن لما كنا بندي ندوه تعريفيه للطلبه عن الصندوق وهنديكم فلوس عشان تدعموا الافكار بتاعتكم اللي عاوز يحقق الحلم بتاعه بدل ما كنت بتاخد قروض والكلام ده، فكان من ضمن الاسئله اللي بيسالوها لنا طيب ايه هو العائد اللي هيعود عليكم كجامعه او كدوله من الفلوس اللي هتدوها لنا ما تاخدوهاش؟ كان سؤال مهم، وبدانا نوضح لهم بقى ان الموضوع كبير، يعني ان اغلب الاقتصاديات العالم سواء كانت الصين او امريكا بتعتمد على رياده الاعمال والشركات الناشئه صحيح. وبيبداوا يدعموا ويدفعوا في الجزئيه دي. يعني لو قلت لك مثلا في امريكا بالتارجت او بتستهدف حوالي 500 الف شركه ناشئه سنويا. ليه؟ لان الاقتصاد اللي بيبدا ينمو ويكبر معايا لما تبدا تدعم الشركات الناشئه، خصوصا اللي هي بتبقى فيها فكره ابتكاريه. يمكن لو اتكلمنا عن فكره ابتكاريه اللي هي الفكره فيها جديد، ما جيش مثلا والله انا واحد يجي عندي والله للصندوق انا عندي فكره كويسه وبتاع هعمل مش عارف مصنع شيبسي مصنع صابون، لا طب ما في 50 مصنع شيبسي معمول، او لا انا عاوز الجديد، الجديد اللي هو حاجه تبقى فيها لمسه جديده. مثلا في من ضمن المشاريع الحاليه الموجوده مثلا وابتكاريه وبدات اشتغلت حاليا في مصر وتوسعت وبدا كمان يجيها استثمار من الخارج، واللي هو بدا مثلا تطبيق ابلكيشن، بدل ما كان مثلا السوبر ماركت زمان بيعتمد على تجار الجمله الموجودين جنبه او حواليه في المحافظه فقط، وفقط السلع الموجوده عندي في تجار الجمله اللي حواليه، مش موجوده السلع دي خلاص ما بقدرش اجيبها، بيتحكم فيه بقى تاجر الجمله، الاسعار ممكن يزودها يعليها هو ما يقدرش، لا هو بدا حاليا يعمل زي ابلكيشن او تطبيق يجمع فيه او ويعمل كونكشن ما بين
كل تجار الجمله الموجودين عنده في المجال بتاعه على مستوى الجمهوريه كلها مصر كله، وكل تجار التجزئه السوبر ماركت يقدر يخش بقى على الابلكيشن بيلاقي عروض نازله بقى من كذا من كذا تاجر جمله في القاهره، سلع جديده ما كانش بتوصل له اصلا اسوان يقدر يطلبها مباشره، كل ده عن طريق التطبيق. فبدات الفكره نجحت جدا وبدا ايه فتح نجح في السوق وبقى ليه سوق وليه كاستمر ليه شريحه بدا يستهدفها. فهنا بتبدا القصه ان اهم حاجه الفكره ان انا ابدا اشتغل على نفسي ايه اللي هبدا بيه عشان ابدا اتميز بيه. ما هي الفكره كمان قبل ما تظهر يا دكتور يعني اسمح لي لازم الانسان يبقى دارس السوق حواليه، دارس المناخ مزبوط. يعني احتياجات السوق ومين الجمهور المستهدف وايه الجزء الناقص اللي احنا ندور عليه نكمله، او الفكره ممكن تكون قائمه على شيء ناقص في البيئه حوالينا او في السوق هنكمله، او تحدي بنقابله فبنعالج هذا التحدي زي الفكره اللي حضرتك بتقول عليها دي، وبالتالي يبقى في سلاسه اكتر في عمليه التسويق والبيع والشراء والتجاره. فبالتالي يعني لازم اعتقد ان اللي بيفكر في مشروع يعرف الهدف في المشروع ايه وايه الميزه اللي هيحققها لمجتمع. مظبوط. يمكن زي ما قلنا ان احنا اهم حاجه في الفكره ان تبقى فيها الجديد زي ما بتقول انت احتياج سوق، يمكن قلتيها برضو من حاجات ودي اللي بنقولها لهم في الندوات التعريفيه او في التريننج اللي بندهوله. اهم حاجه احتياج سوق. احتياج سوق ان انا ما تبقاش الفكره داخل دماغي انا بس، انا الفكره دي لو نزلت هتكسر الدنيا بس هتكسر فين؟ هو بس فقط في دماغه. طب نزلت مثلا عملت حتى بدات استبيانات مع اللي ممكن يشتري منك المنتج اللي في دماغك دون، بدات تدردش معاهم. طب انا لو عملت مظبوط لو عملت مش عارف منتج بالمواصفات الفلانيه ايه رايك فيه؟ يقول لك كويس وبتاع، ممكن يبدا يديك بعض الحاجات اللي عاوز والله هو كويس، ولو ضفت عليه مش عارف ميزه فلانيه هيبقى افضل، وابدا اطور في الفكره اللي في دماغي طبقا اللي هو عاوز ايه العميل. ودي اللي بنبدا نشتغل فيها عليهم في الدورات بتاعتنا، ان احنا بنبدا ناخد الفكره ونبدا نطورها معاهم. الفكرة ابدأ، طب خلاص المبدئين الفكرة البداية بتاعتها تمام وفيها الإضافة بس عاوزين نشتغل عليها. مين اللي بنبدأ نحدد معاه بقى الشريحة اللي هيستهدفها اللي الناس هتشتري منه مين؟ بيبدأ يحددها كويس خالص مين هم بالظبط يعني، ويبدأ ينزل يقابلهم فيس تو فيس، أنا والله عندي منتج الفلاني وبيعمل مميزات 1 2 3 4، لو أنت هتشتريه حابب كده بالمميزات دي تمام ولا حابب حاجة أكبر؟ حاجه اكتر من المميزات دي. الحجم اللي انا في دماغي اللي انا مثلا مش عارف بقول لك عليه كويس ولا التحب يكون اصغر او اكبر شويه، حابب الوانه ايه طيب ولا عاوز لون الساده مش عارف تلونه، ان انا ابدا لازم ينزل ايوه ينزل معايا للمستهلك اللي هو الشريحه المستهدفه كبيع وشراء في السوق، ويبدا ياخد منهم المعلومات ويبدا يطور المنتج بتاعه طبقا للي عاوز العميل، بحيث بمجرد ما جهزه له بالوضع بقى اللي هو عاوزه ومواصفات العميل مباشره بتبدا بدايه نجاح معاه وتبدا الناس تشتري ويبدا يعمل سكيل اب ويكبر في السوق. جميل. لو في فكره من الافكار المشاريع اتقدمت لحضراتكم محتاجه دعم فني، يعني فني صناعي، بمعنى ان حد مبتكر حاجه معينه جهاز معين او اداه محتاجه تصنيع، محتاجه مكن، محتاجه مصنع، محتاجه ورشه، انتوا الدعم الفني بتقدموه ازاي بقى؟ كويس. الجزئية دي مهمة جدا، ويمكن احنا اللي هو الكونكشن او التعاون ما بين الصناعة وما بين مثلا لو قلنا الجامعات. انا عندي ايه المشكله الجاب او الفجوه اللي ما بين الجامعات كابحاث علميه وكماجستير ودكتوراه شغاله كانت في تراك وفي اتجاه، والصناعه في تراك تاني خالص. عكس الكلام ده مثلا لما طلعنا بره احنا وشفنا بره بيبقى عندي الصناعه مع الجامعات في كونكشن وفي تعاون جامد جدا. بيبقى في مشكله عندي في الصناعه يبدا يروح يتوجه لاقرب جامعه ليه يعرض له المشكله بتاعته، وبناء عليه يبدا الجامعة تجهز أستاذ يشتغل على المشكلة دي اللي بتواجه المصنع الفلاني. فيبدأ يشغل عليه طالب ماجستير طالب دكتوراه ويديهم فلوس، المصنع بيدي الجامعة كده موارد زودت الموارد بتاعها، وبدأوا يشتغلوا على حاجة فعلية واقعية، والطلبة أخذت الدرجة كماجستير ودكتوراه وحلوا بقوا حاجة بيأثروا في المجتمع اللي حواليهم ومنها، والمصنع برضو جات له القيمة المضافة بتاعته إن هو المشكلة اللي عنده اتحلت. في مصر عندنا بدأنا في الصندوق نعمل حاجة زي كده، ان انا عندي في بعض المسابقات بجيب فيها حد من الصناعه وبيبداوا يعرضوا المشاكل اللي موجوده عندهم في الصناعه،
وابدا بنزلها للطلبه. انا عندي والله في مشاكل 1 2 3 4 بعض المصانع منزلاها، وتبدا الطلبه كل واحد يقدم المقترح بتاعه اللي يحل بيه اللي يحل بيه المشكله اللي هي موجوده في الصناعه او المصنع اللي هو مقدمها عندي في المسابقه. ويبدا المصنع طبعا طبقا للتيم اللي بيعمله يشوف مين الاقرب شويه للواقع واللي عنده الخبره، التيم اللي عنده الخبره من الطلبه مثلا، ويبدا ياخده ويشتغل عليه، وبيبدا يروح يشتغل عنده حتى في المصنع، ياخد خلفيه عن كل الحاجات والفاسيلتي والامكانيات الموجوده عنده داخل المصنع عشان يحل المشكله دي. ودي كانت بدايه كويسه، يعني من الحاجات المبشره عندنا في مصر ان احنا نعمل كونكشن ما بين الصناعه والطلبه والجامعات، بحيث يبقى في تضافر، في فعلا قيمه مضافه. مش عاوزين بقى الرسائل الدكتوراه والماجستير اللي بتبقى بتتعمل وتحط على الارفف، لا، احنا عاوزين يبقى كل حاجه ليها عائد. يعني رساله ماجستير ليها عائد، بتحل لي مشكله في المصنع الفلاني في المكان الفلاني، بحيث تبقى قيمه مضافه لينا كمجتمع وكمصنع وكموارد للجامعه، وهنا بيبقى في ليها عائد ما بتتركنش معايا على الرف. طب لو صاحب المشروع محتاج بقى يعني دعم من المصنعين، تمام، يعني الفكره اللي عايز ينفذها او اذا كان اختراع او ابتكار ما، تمام، محتاج فيه حد يدعمه فنيا، بمعنى ان جهه صناعيه او مصنع او ورشه تساعده في تصنيع الفكره بتاعته. تمام. عندنا في الصندوق بندي دعم مالي لو احتاج، وبندي دعم فني. ساعات بنحتاج مثلا في بعض الطلبه، زي ما ضربنا مثلا مثال من شويه، هو الفكره بتاعته يعمل ابلكيشن، فبنبدا ندور له مثلا على حد متخصص كشركات مثلا انها ازاي تعمل الابلكيشن بشكل بروفيشنال محترف، فيبدا يعملوا الحاجه دي. عاوز مثلا حاجات معينه او تقنيات ياخد فيها خلفيه اكتر في مصنع الفلاني، بنبدا نتواصل مع المصانع او اصحاب الصناعه او اصحاب الخبره في الجزئيه اللي هو محتاج الفكره بتاعته تتطور، بحيث يعمل له منتورنج. وده جزء من الحاجات اللي بنقدمها في الصندوق، التريننج التدريبات والمنتورنج اللي هو يبدا يتابعه في جزئيه معينه محتاجها عشان يطور الفكره بتاعته والشركه الناشئه بتاعته. ايه اللي حضراتكم تطمحوا تقدموه من خلال هذا الصندوق للمبتكرين والنابغين في جامعه اسوان او من خلال جامعه اسوان؟ اللي نطمح او نامل ان احنا من خلال برنامجكم بنبدا نعرف تاني، وبدانا نتكلم عن صندوق رعايه المبتكرين، عاوزين اكبر قدر من الشباب والطلبه والباحثين وكل من له علاقه بجامعه اسوان والمجتمع الاسواني انه يجي عندنا ويشترك في الفعاليات والمسابقات المختلفه للصندوق. طب يقدر يقرا اعلانات المسابقات دي فين، او مصدر المعلومات اللي يقدر يوصل لها منين يا دكتور؟ تمام. احنا عندنا في صفحه على الفيسبوك مبدئيا خاصه بالصندوق، بننزل فيها كل المسابقات الخاصه بالصندوق، عندنا باسم الصندوق، باسم الصندوق. نعم. عندنا على الواتساب برضو جروب مخصصينه لكل المسابقات اللي بننزلها. وحاليا احنا في عندنا مسابقه اولمبياد جامعه اسوان للابتكار، ودي مسابقه لاول مره تطلقها الدوله على مستوى كل الجامعات المصريه. كل جامعه بدانا نعمل زي مسابقه داخليه، واعلناها احنا بالفعل من حوالي 3 شهور، وعملنا لها اكستنشن، وتقدم حاليا لينا يمكن حوالي 31 فريق من اسوان. فالمسابقه دي هنبدا فعالياتها، كنا المفروض هنبدا في شهر 5، بس طبعا عشان الامتحانات والدنيا دي فلقينا التوقيت مش هينفع ننزل في التوقيت ده، ان شاء الله على بعد الامتحانات على اول 6 او حاجه. هنبدا فعليا في تدريبات لكل الفرق المشتركه معانا، واللي حابب يشترك معانا ما زال الفرصه مواتيه. يعني برضو لو لقينا احنا مشغلين مع الطلبه اي فكره جديده ما سجلتش معانا على الموقع على الويب سايت، بنبدا يقدر يدخل معانا، سواء كان يستفاد من التدريبات اللي هنقدمها للفرق المختلفه المشاركه معانا، او ان هو لو الفكره فعلا بتاعته كويسه هنضيفه معانا ويدخل. فالمفروض ان احنا هنصفي على مستوى جامعه اسوان، ندي تدريبات وندي جوائز ويبدا يشتغل على الفكره بتاعته، وهنصعد بعد كده يبدا على مستوى الجمهوريه صف تاني، واللي هيوصل بعد كده ممكن هيوصل لحد لندن المسابقه العالميه للابتكار ورياده الاعمال. جميل. اذا هذه الفرصه لا زالت قائمه لخريجي وطلبة جامعة أسوان وأعضاء هيئة التدريس وكل من له علاقة بالجامعة أن يلتحق أو يعني يأخذ أو ينال نصيب من خدمات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بجامعة أسوان. هذا الصندوق الذي يقدم رعاية كاملة فنية ومادية
والدعم الفني والمادي لأي أفكار جديدة وابتكارات يمكن أن تقدم الجديد لما يخدم المجتمع هنا في أسوان. وبالتأكيد هناك تصعيد لمسابقات أعلى ومستويات أعلى، وبالتالي زي ما الدكتور أشار إلى الأولمبياد العالمي لتقديم كل الأفكار والابتكارات وعرضها على مجالات أوسع وعلى مستوى دولي، وبالتالي دي فرصة عظيمة جدا لكل مبتكر ومبدع أن يقدم أفكار وإبداعاته بما يخدم وطنه وأيضا بيخدم المجتمع بشكل عام. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود عبد العزيز أستاذ مساعد كلية الهندسة والمدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بجامعة أسوان، شكرا جزيلا لحضرتك. بنشكر حضراتكم على الاستضافة وعلى طرح مواضيع مهمة فعلا بتمس الاقتصاد بتاعنا والمجتمع. وبحب في آخر حاجة نهنئ أخواتنا المسيحيين بأعيادهم طبعا. وشكرا على الاستضافة. شكرا لحضراتكم وكل عام وحضراتكم بخير، ونلقاكم غدا مع أسرة جديدة في شارع الجنوب، وإلى اللقاء.